ازاي الدوري هيتحسم لو فريقين اتساووا في النقط؟ ايه حكاية رش الملعب الالزامي؟ المعار من حقه يلعب ضد نادي القديم ولا لا؟ وايه اللي هيحصل لو لا قدر الله الدوري اتلغى؟ اسئلة سريعة من ضمن اسئلة اكتر، والاجابة في لائحة الدوري المصري لموسم 2022-2023. لو اتساوى فريقين في عدد النقط، الأولوية هتكون للمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة، ولو تساووا في كل دول بتقام بينهم مباراة فاصلة. الفريق المضيف ملزم يوفر سيارتين إسعاف قبل بداية المباراة بساعتين، لو ما كانوش جاهزين في الوقت ده بيتغرم، ولو ما وصلوش لحد موعد بداية المباراة بيبقى قدامه مهلة 20 دقيقة بس. لو خلصت المهلة يعتبر الفريق خسران 2-0. مفيش حاجة دلوقتي اسمها اللاعب المعار من النادي ده ما ينفعش يشارك ضده. اللايحة بتمنع إدراج بند زي ده في العقود. كاس الرابطة مسابقة إجبارية، والمشاركة فيها بالفريق الأول إلا لو كان الدوليين مع منتخباتهم. العنصرية بقى في طريقة لمواجهتها. الحكم لو شاف سلوك زي ده من الجمهور بيوقف الماتش ويطالب الجماهير توقفه. إذا تكرر الحكم بيوقف الماتش تاني بحد أقصى 15 دقيقة، وبيطلع الفريقين من الملعب ويبلغ الجماهير مرة أخيرة. إذا استمر السلوك نفسه يبقى من حقه يلغي المباراة. الحاجات دي ممنوعة تخش بيها الملعب. الليزر، عبوات البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر، الألعاب النارية والشعلات، السجائر وملحقاتها، والسجائر الإلكترونية والأبواب. وبما إن السجائر ممنوعة فالتدخين داخل الملعب بيساوي غرامة 20,000 جنيه. كل ماتشات فيها فار. طب لو التقنية مش جاهزة الماتش بيتلعب طبيعي. مفيش طلب تأجيل لأي فريق إلا إذا كان عنده أكتر من 2 لاعبين مع منتخبات بلادهم. طيب لو اتلغت المسابقة قبل الدور الأول، الموسم بيتلغي تماما، والفرق المتأهلة عن الموسم الماضي هي اللي بتشارك في بطولات إفريقيا. أما لو انتهى الدور الأول بيعتمد آخر ترتيب متاح مع حذف نتائج الجولة المنقوصة، ويتحسب البطل والمربع الذهبي والهبوط على الأساس ده. الطرد المباشر لحالتين، لو للخشونة المتعمدة إيقاف مباراتين، لو ضرب بدون كورة إيقاف 3 مباريات. السلوك غير الرياضي ليه عقوبات بتبدأ من الإيقاف لمدة مباراتين، وفي حالة السب أو البصق بتوصل لـ4، أما لو فعل فاضح أو إشارة مشينة بتوصل لـ6 مباريات، وده لو اللي تعرض للسلوك هو أي عنصر من عناصر اللعبة غير الحكم. طيب لو الحكم، العقوبات بتبدأ من أول غرامات للاعتراض الجماعي، واللي حيروح ورا الحكم عند شاشة الفيديو حيتوقف مباراة. السلوك غير الرياضي عقوبته 4 مباريات، أما الدفع باليد فعقوبته 8 مباريات. الاعتداء بالضرب بقى ما فيهوش هزار، إيقاف 8 أشهر. تضييع الوقت عن طريق إخفاء الكرات أو رميها في الملعب لتعطيل اللعب عليه غرامة 50,000 جنيه، أما عدم رش الملعب غرامته 20,050 في حالة التكرار. الإشارات والشعارات السياسية والدينية والعنصرية عقوبتها الإيقاف لمدة 5 مباريات وغرامة 50,000 جنيه. وبالنسبة للجماهير الغرامة بتبدأ من 50,000 جنيه وبتتضاعف لـ100,000 ومباراة بدون جمهور لو تكررت. العقوبات على سلوك الجماهير بتتدرج من غرامات السب الجماعي واستخدام الألعاب النارية لحد ما نوصل للاقتحام. إذا الجمهور اقتحم مدرجات ماتش بدون جمهور الفريق بيخسر 2-0 وبيتغرم 100,000 جنيه، والغرامة بعد التكرار بتعلى لـ300,000 ثم 500,000 مع خسارة المباراة برضه. أما لو الجماهير اقتحمت أرض الملعب في مباراة بجمهور النتيجة هتكون خسارة الفريق 2-0 وغرامة 1,000,000 جنيه وخصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم.